كمحترف، نعم، إيه رأيك في هجومه على محمد صلاح؟ ميدو يعني؟ عنده حق ولا الموضوع فيه نفسنا؟ محمد صلاح لا جه زيه ولا أتصور هيجي زيه. محمد صلاح من كوكب آخر، خرج من مصر وتألق في سماء العالم. أنا كنت بعلق في أسبانيا على ريال مدريد مع برشلونة، قدام الكشك بجيب شوكولاتاية، لقيت المجلات الأسبانية هو في صدر الصفحات، محمد صلاح ده شرف عظيم. قلت قبل كده يحقق ما يحققه مليون سفير مصري في العالم، فما ينفعش ان احنا نقلل من محمد صلاح بأي شكل. يعني واحد معايا يقول لك مش عارف ده 30% موهبة، مش عارف موهبة ايه، وده ده راجل هداف في ليفربول وهداف في اوروبا. اي حد يطلع يتكلم على محمد صلاح، انا ما اعرفش، ما سمعتش ميدو باي ذا واي، والله ما سمعت، كان بتكلم بشكل عام. اي حد يتحدث عن محمد صلاح اللاعب يبقى بيهرج او منافسن. هو في المنتخب ولا احمد حسام ميدو؟ زي ما قلت لحضرتك، محمد صلاح ما يتحطش جنبه اي حد في الميزان اطلاقا، حتى لو كان حسام حسن. حسام حسن نجم كبير وعميد الكرة وعميد لعيب العالم، ولو انه احمد حسن بعد كده اخذ الاهداف اكتر وبيتخانق حكايات عميد دي، بس مش هي دي القضية يعني. لكن محمد صلاح راح في منطقة تانية خالص. احنا هنا بننقش مع بعض، لكن الراجل ده بينقش في العالم، احنا هنا بننقش محلي بنطبخ، لكن هناك بياكلوا سوشي وحاجات تانية، فاحنا في قصة تانية خالص. محمد صلاح ما نتكلم عليه لازم نرفع القبعة ونقول تعظيم سلام لهذا المصري اللي اتعملت له اغاني بالإنجليزية بيغنوها في المسارح وفي الملاعب. مين بقى تقولي لي في مصر ممكن يعمل ده؟ طب شايف إزاي محمد صلاح بيلعب في المنتخب وحسام حسن مدير؟ أوكي، ده سؤال مهم. محمد صلاح بيلعب في أوروبا بستايل معين مع نادي ليفربول. محمد صلاح حواليه لعيبة بقماشة معينة، فتركيبة أداؤه في ليفربول اللي انطبعت عليه هي تركيبة متوائمة مع المحيطين به من اللاعبين الكبار. منتخب مصر ما هواش شبيه بلاعيبة ليفربول لما يجي صلاح يلعب. لكن حسام حسن طول عمره بيلعب مع المصريين دول. لما تحط بقى محمد صلاح مع المنتخب ولا حسام حسن مع المنتخب وتعد الأهداف والكلام ده كله، حسام حقق بكتير، لكن صلاح مع المنتخب القماشة اللي حواليه هي دي. جمهور الكرة في مصر الأهلي أكتر ولا الزمالك؟ هو لما بنفتح التذكرتي والحاجات دي كله جمهور الأهلي بيبقى أكتر، ولكن أنا أعتقد يعني أنه النسبة مش بعيدة قوي يعني، يعني ربما 60-40 ربما، وربما أكتر، ربما أكتر من 60، الله أعلم. لكن أنا بحاول أقرب المسافات شوية. طب وجهة نظر حضرتك، نادي القرن في أفريقيا الأهلي ولا الزمالك؟ لا، نادي قرن الأهلي طبعا، طبعا الأهلي طبعا، ده بالأرقام يعني، هم بيقولوا بالأرقام الزمالك، الله أعلم. لكن أنا أعتقد، وحتى الاتحاد الدولي قال إن نادي قرن هو، مش هنكذب بقى الاتحاد الدولي يعني. مجاملة غير موفقة من وجهة نظرك قبل ما تقولي.